اسمحوا لنا بس في البداية قبل ما أصبح على حضراتكم وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة طبعا بكل ما تحمله من أخبار وضيوف مختلفين وكواليس زي ما احنا متعودين طبعا، خليني بس في البداية لازم أقول رحمة الله على إخواتنا وشهدائنا في غزة، رحمة الله على كل طفل، على كل رجل وعلى كل سيدة استشهدوا بالأمس وأول أمس على مدار سنوات القضية الفلسطينية. الشهيد خلينا نقول لحضراتكم أكيد في كل بيت مصري، مش بس في كل بيت فلسطيني، بس لأن مصر وهتفضل مصر في قلب القضية وروح القضية، هنفضل بجانب أكيد إخواتنا للنهاية، وبنعزي أنفسنا قبل ما نعزي أي حد، وبنعزي كل أهالي اللي استشهدوا. خلينا نقول لحضراتكم دول إخواتنا ودول أهالينا، إحنا مش بنعزي شعب أو جيران أو غيره، أعلنا الله جميعا. عندنا كلام كتير جدا طبعا، لكن كان لازم إن إحنا نبدأ ونعزي زي ما بقول لحضراتكم أنفسنا. صباح الخير علينا جميعا. صباح الخير يا فاروق. صباح الخير يا نهاوند. بتبقى طبعا من اللحظات الصعبة جدا، يعني زي ما قالت نهاوند، تعزينا لكل شهيد، تعزينا لكل أسرة، تعزينا لأهلنا وأخواتنا الشهيد، وكل واحد في غزة هو مننا، يعني كلنا حاسين بالوجع وكلنا حاسين بالألم، لكن خالص عزائنا لأهلنا وأخواتنا، وربنا يتقبلهم يا رب من الشهداء. طبعا النهارده حلقتنا وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، هيكون معانا فقرتين طبعا، مع الى جانب الاخبار معانا الاستاذ الناقد الرياضي شادي نبيل الحديث عن حصاد الالعاب الاخرى في الفتره الاخيره. الفقره الثانيه هتكون يعني الامور المختصه طبعا باستعدادات النادي الاهلي لمباراه سيمبا التنزاني، وهيكون ضيفنا فيها هو كابتننا الكابتن ايهاب جلال نجم الاهلي السابق. هبدأ بحديث الساعة لجمهور النادي الأهلي، وهي ضربة البداية خلال 48 ساعة في انطلاقة دوري السوبر الإفريقي، البطولة الجديدة من نوعها واللي بيشارك فيها النادي الأهلي للمرة الأولى في أول نسخة. هتلعب طبعا ضربة البداية أمام سيمبا في ملعبه، في ملعب بنجامين داكامبا في دار السلام في تنزانيا، مباراة الذهاب، ثم هيبقى عندنا بعد كده مباراة العودة في القاهرة في الدور الربع النهائي. في حالة التأهل إن شاء الله هنلعب مع الكسبان من المواجهة اللي هتكون ما بين صن داونز الجنوب أفريقي، أحد أقوى الفرق طبعا المشاركة في البطولة، اللي هيلعب أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، مفاجأة دوري الأبطال الموسم الماضي. أتمنى طبعا التوفيق للنادي الأهلي في هذه المواجهة، ثم بعد كده نبدأ بقى نتكلم على الطرف الثاني إن شاء الله، نتمنى يكون فريق صن داونز أو بترو أتلتيكو. كلام مظبوط، وخليني برضو أؤكد على حاجة يعني يا فاروق، النادي الأهلي لما بيقرر أن هو يدخل بطولة، سواء أنت بتتكلم بطولة محلية أو بطولة قارية، بيكون عنده هدف واحد هو منصة التتويج، وبقول ده لأن التاريخ هو اللي بيقول كده، مش إحنا اللي طالعين بنقترح أو بنفترض حاجات. لما بدأنا في السبعينيات والثمانينيات المشاركة كانت في البطولات الإفريقية، ما أخدناش وقت طويل جدا لو حضراتكم فاكرين، وتوجنا بكأس بكأس إفريقيا الأندية، أبطال طبعا الدوري في 82 يعني، وبعدها توالت البطولات بشكل كمان كبير جدا، وفي التسعينيات لما قررنا كمان أن احنا يعني نشارك في البطولات العربية، نجحنا كمان بشكل كبير وقتها في حصد بطولات مهمة جدا، سواء 95 و96 و98. أنا برجع مع حضراتكم أنا وفاروق بالتواريخ وبالأرقام، ما بين بتتكلم برضو كاس النخبة وقتها وكاس العرب للأندية وأبطال الدوري والكاس وغيرها. ففي المجمل احنا ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده علشان اللي نسي نفكره، عشان لو حد فينا حتى نسي يعني يفتكر، احنا لما بنحاول او بنقرر او بنلعب انت دايما باصص على هدف معين، والهدف المعين اللي انت باصص عليه ده هدف بيحط عليك ضغوطات كبيره جدا، بيحط عليك مسؤوليه كبيره جدا تجاه نفسك وتجاه الجماهير اللي بالملايين اللي عندها ثقه فيك بشكل كبير. فقلنا الكلام ده في نهايه الموسم الماضي، وقلنا الكلام ده في بدايه الموسم الحالي، قلنا انت عندك يعني مستوى معين، كون ان انت ده بجانب كمان كون ان انت النادي الاهلي، بس انت عندك مستوى معين لازم تظهر بيه، فما فيش حاجه اسمها انا بشارك وخلاص حتى لو في بطولات مستحدثه او غيره، انا هدفي حاجه واحده بس، منصه التتويج. فده اللي لازم دايما نفكر نفسنا بيه، واعتقد يعني الفريق بكمان الاجهزه الفنيه والمديرين الفنيين حتى يعني المختلفين دايما بيبقوا عارفين، والموضوع ده واضح جدا يا فاروق، ما بيبقاش فيه يعني لغط او في زي ما بتقال كونفيوجن او يعني عدم فهم. ف طبعا احنا لسه قدامنا مشوار طويل جدا، صحيح. لكن لازم دايما نبقى عارفين احنا لما بنلعب نبقى باصين على التتويج فقط، دي نقطه طبعا لازم كلنا نركز عليها، وبتحمل تاني مسؤوليه للعيبه كبيره. واعتقد يا نهاوند من كلامك، انا باكد على كلامك، ان اعظم ارث يعني بيسيبه لنا النادي الاهلي هو دايما عندك الشغف انك تقف على منصه التتويج، وانت واقف على منصه التتويج عندك مسؤوليه النادي الاهلي، مسؤوليه الجمهور، مسؤوليه التاريخ الكبير جدا اللي انت يعني بتبقى حاطه قدام عينيك.